بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يقول السائل: أحرمنا ومعنا امرأة عليها الدورة الشهرية فأحرمت معنا، ولما وصلنا السكن في مكة خلعت عباءتها، فما الحكم؟ لا بأس بذلك، لا بأس أن تخلع عباءتها وتخلع ما تشاء من ملابسها، لكن تبقى على إحرامها وتتجنب محظورات الإحرام. أما أنها تغير لباسها وأنها تتنظف وتغتسل للتنظف لا بأس بذلك،